بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في الدرس الماضي تحدثنا حول مسائل سياسية، وبالذات ما يتعلق بوفاة الرئيس المصري رحمه الله. هل هو توفي أم قتل؟ مش هذه القضية. احنا قمنا بسرد تاريخي، يعني بمعنى آخر كنا نصف فقط بدون أن نحلل، نصف باعتبارنا كنا شهود على الأحداث، فأعطينا فكرة كيف تسلسلت الأحداث في داخل مصر. طبعا ولا تزال الأمور تتفاعل، لا تزال الأمور تتفاعل، والقصة ما انتهت طبيعي، لا في مصر ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في اليمن ولا في الجزائر ولا غيره، القصة ما انتهت. إذن كنا احنا نوصف، وقمنا بحذف تقريبا ثلث ساعة من آخر الدرس، وبقي لما بالنسبة للناس اللي يعني خليه مفتوح الباب. الله حذفنا ثلث ساعة على اساس متعودين ان يكون فقط اكثر شيء ساعة، وبالتالي ممكن يكون في شيء مكرر، ممكن يكون في شيء مكرر بالنسبة لكم انتم، لانه اللي كانوا حاضرين يعني وحضروا اخر ثلث ساعه، لانه في غيركم من الاخوه معنيين يسمعوا الشيء اللي بدنا نقوله. اليوم بدنا نعتبر هذه القضيه مدخل لمعرفه احكام شرعيه، يعني هو المساله في احكام شرعيه مش في السياسه، ولكن بدها تكون ما حصل وما ذكرنا بعضه في الدرس الماضي مدخل لمعرفة أحكام شرعية، على اعتبار أنه تثار في الساحة أمور لا يجوز شرعا أنه نسكت من غير أن نبين الأحكام الشرعية، لأنه اليوم اللي بيقفزوا على الأحكام الشرعية كثيرين، وأصبح خصوصا في الإنترنت، إنترنت سوق يبيع فيه كل إنسان، وكأنه العلماء ما لهم مش دور في تبيان الأحكام الشرعية، وأي إنسان يعني بيبين الحكم الشرعي وفق هواه. ولما يكون الأمر بهذا الشكل ما بيجوز أنه يسكت عن هذه الأمور. أقدم بمقدمات. المقدمة الأولى، أولا هناك في الساحة العربية والإسلامية جماعات إسلامية تسمى إسلامية طبعا بأسماء مختلفة، بأسماء مختلفة، منها جماعات تهتم بإصلاح الفرد والدعوة إلى الله بعيدا عن ما يسمى بالسياسة، لهم وجهة نظر، ما بنتدخلش احنا في السياسة، احنا بدنا هالناس تفهم الدين وترجع إلى الله، حددوا لأنفسهم. إذا في غيرنا بده يتدخل في السياسة يتدخل، أنا شخصيا بقدرش ألوم هدول الناس، بس بشرط ما يعتبروش انه منهجهم هو المنهج السوي، لا انتوا اخترتوا هذا المسار وهذا الشيء اللي بتقدروا عليه، ندعي الى الله، نجيب الناس للاسلام، نصلح الفرد، ما نصطدمش بالحاكم، هذه قدراتنا لعند هون، مقبول، بس بشرط ما يقال انه هذا الشيء الصح يعني واللي لازم يسود. وهناك جماعات اسلاميه اخرى لا، هي بتقول لك لابد انه احنا صح مهمتنا انه نعيد الناس الى الاسلام ونستأنف الحياة الاسلامية، وهذا بيقتضي انه نتدخل في السياسة اصلا، ويصير بيننا وبين السياسة احيانا او الحكومات تصادم او مهادنات حسب ما نراه مصلحة والظروف. هذه الاسماء ولا جماعة بتستطيع طبعا تزعم انه بتمثل المسلمين،
وتقول أنا الوحيدة اللي لا، أنت اطرح نفسك وشوف مين بتفاعل معك من هالمسلمين وخلاص. بعدين على فكرة الجماعات اللي تسمى أحزاب مش معناته إذا تكونت أحزاب معناته لازم كل الشعب يصير حزب، لا مش هيك الأمور ولا في أي بلد في العالم. دائما الأحزاب تستقطب نخب والشعب بأيد بطريقة أو بأخرى، أما مش الشعب بتحزب، إنما الأحزاب هي نخب بتكون إلها دور في يعني العمل لمصلحة الأمة مثلا. طب بيستطيع جماعة تيجي تقول أنا بمثل المسلمين وغيري؟ لا طبعا، هذا إذا حصل من أي جماعة كانت هذا أول مؤشر على انحرافها، هذا أول مؤشر على انحرافها، وإنها تكذب عندما تقول أنا جماعة إسلامية بأي حق، يعني أنت بتمثلي المسلمين كلهم. هذا إذا سمعت جماعة بتقول أنا بمثل كل المسلمين وبحكم باسم المسلمين واللي ما بأيدني بيكون هو خارج، هذا أنت أول من خرج وبتزعم أنك لأنه في غياب حكم إسلامي إشي طبيعي إنها الأمة تحاول إنها ترجع لذاتها الحضارية وتقيم حدود الله في الأرض. وهذا ممكن يختلفوا الناس في الأساليب والوسائل. طيب إذا اختلفوا في الأساليب والوسائل كيف أنا بدي أميزها إنها جماعة إسلامية؟ خليني أضع فقط ثلاث أمور بتميزها إنه هي جماعة إسلامية. الأمر الأول إنها هي تؤمن أن الحكم إلا لله، لازم تعلن هالكلام، تعلن إن الحكم إلا لله، هي أول قضية. ثم هذا بنبني عليه إنه السيادة يجب أن تكون للشرع، السيادة للشرع. طيب الحكم لله والسيادة للشرع، طب كيف إحنا كيف الشرع بده يحكم؟ كيف الشرع بده يحكم؟ طيب الحاكمية لله، طيب وكيف بدنا نحكم؟ يعني حاكم السيادة للشريعة، طيب والشريعة كيف بدها تحكم؟ ومن هون المبدأ الثالث، السلطة للأمة، أقصد الأمة المسلمة، السلطة للأمة. يعني إيش السلطة للأمة؟ هي المخولة إنها تختار من يحكمها ويطبق شريعة الله في الأرض، الحق إلها. واللي بيفرض نفسه في القوة هذا غير شرعي، واللي بيفرض نفسه في القوة هذا غير شرعي. ومن يخرج على السلطة الشرعية، طب شو هي الشرعية؟ الشرعية عناصر، أولها إنه الأمة تختاره حتى يكون شرعي. ما اختارت الأمة وفرض نفسه، والله أنت فرضت نفسك بالقوة، وإذا أجا واحد أقوى منك وكسر راسك ليش لا؟ ولا يعد أصلا هذا اللي انقض عليك وأيضا بقوة مثلها لا يعد خارجي، أو لأنه كثير اليوم من الناس اللي بيعيدوا الطغاة، أي واحد بده يخرج على الحاكم كن قال لك أنت من الخوارج، شو؟ هذا كذب على الله ورسوله، هذا اللي من الخوارج الذي يحكم على الذي يخرج على الحاكم الشرعي. ومعنى شرعي واحد اثنين ثلاث، أولها زي ما قلنا ما احنا السلطة لمين؟ للشعب. قفزت على قضية السلطة للشعب بأي زعم كان بتقوله، ما ممكن يزعموا مزاعم كثيرة ويتسلطوا على رقاب الأمة، بقول لك أنا بدي أطبق شريعة الله، هذه طبق شريعة الله. طب والناس ايه؟ الناس شو دورها؟ تتسلط على رقابها وتقودها باسم انك بدك تطبق شريعة الله؟ يا ما غيرك كذب وقال باسم شريعة الله وتسلط على رقاب الناس. يجب ان يرضى الناس، هذا هو قول الصحابة اصلا. صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ عليكم او فعليكم، حديث اخر فعليك، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا فيها. كيف سلكوا الراشدين؟ هذا حديث صحيح طبعا، تمام، بهذا الشكل. الراشدين بقول لك الأمة، السلطة للأمة. أما
أساليب ممكن تتطور من عصور قديمة غير عن اليوم. اليوم قدرة الناس إنهم يأخذوا رأي الأمة المسلمة هذا الآن سهل. قديما كانوا يتصرفوا على قدر طاقتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن اليوم صار واضح إنه بإمكانك أنت تأخذ رأي الناس. أنت بدك تحكم الناس يعني بالقوة زي ما بيعملوا الجواسيس الآن على العروش؟ طيب، وحتى أي جماعة بدها تزعم أنها هي اللي بتمثل كما قلنا، هذا عرفوا أنها كذابة على طول ومشكوك فيها. بصير كمان لازم يعلنوا السيادة الحاكمية لله، السيادة للشرع، السلطة للأمة، يعلنوها هاي. إذا هذول اللي بيعلنوا الثلاثة هذول، هذه جماعة إسلامية، بظل أثناء الممارسة شو في أخطاء، هذا موضوع تاني. أثناء الممارسة شو في أخطاء موضوع تاني. أحيانا أثناء الممارسة في لف ودوران ممكن يصير، خصوصا في السياسي. ديروا بالكم، في كثير من الجماهير مشكلة مرات بعض القادة إنه الجماهير مش عم تستوعب إنه مرات في السياسي لف ودوران. كيف يعني؟ ما الله قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. لما بيكون في إشي مخوف وكذا بصير تعطي أنت بكلام ولو مش قاصده، مش كلام ينقض على الشريعة، لا، كلام في إنك تبدو إنك موالي إله، إنك أنت معاه وأنت وياه، يعني بالكلام، ها، مش بالفعل. تمام؟ مين اللي قال إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ مين اللي قال؟ الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوري مرات، يستخدم التورية في بعض كان يستخدم التورية أحيانا، يعني اللي بحيث يعني المعنى يكون محتمل. تمام؟ طيب، المهم أنت إيش اللي معلنه، وإيش المبدأ اللي ماشي عليه، وإيش الناس فاهمة منك. أنت فاهمة منك أنه الحاكمية لله، سيادة للشرع، السلطة للأمة، هي اللي بتختار. طيب، هذه مقدمة. في لما أعطينا الدرس في أحيانا في تعليقات من بعض الناس، طبعا اللي بيعلقوا زي ما أنتم بتعرفوا في سوق الإنترنت في بيكونوا أحيانا الناس اللي بيسموهم ذباب إلكتروني، في ناس بعيدوا سيسي، في ناس بعيدوا بن سلمان، ابن زايد، يعني مش معقول هالمليارات تبعتهم ما فيش إلهم عبيد يعني، بتعرفوا ما هي صراع، ما هو هذه الآن الأمة كيف بدها تتخرج على فكرة؟ فساد قرون كاملة، فساد قرون ماضية، هذا لابد من هذا الكلام اللي أنتم بتشوفوه، هذا بتفاعل بتفاعل بتفاعل، ولكن في النهاية راح تكتشفوا إنه الأمة في غالبيتها العظمى بدأت تستوعب صح. هذا الله سبحانه وتعالى بيخرج الناس، والناس مستعجلين على فكرة في الحكم. أهم شيء هون الغرب في يوم من الأيام دخل قلوب وأدمغة المسلمين، ودخل كل بيت صغير وكبير. الآن كل فكر وافد عم بيخرج من قلوب وعقول المسلمين. هم بظنوا أن الإسلام يعني نظام وبحكم وحاكم بحكم طيب، والناس يعني الناس مش مسلمة في حقيقتها ولا شو. فهي معركة إذن على كافة الأصعدة في المستوى الثقافي والسياسي والعسكري وغيره. قلت العسكري الآن قبل هيك، ففي التعليقات وإذا الناس بيعلقوا على شيء أنا كنت عارفه أصلا من زمان، يعني شايفه فيديوهات مأخوذة مقتطعة للرئيس المصري رحمه الله مرسي، ودير بالكم في ناس مش راح يجيبهم إني بقول رحمه الله لا بس هذا انسوا، مين اللي ما بيعجبوش انسوا. ومرات في منهم يعني عن مش فاهم الطبخة، والأذاك منا نفهمه الآن شوي. شو يعني رحمه الله كمان؟ منا نفهم شو رحمه الله. بيحطوا رابط لفيديوهات مقتطعة من كلمات المرسي أثناء قبل ما يصير رئيس، وهو يعني رئيس حزب، ما هو كان في البرلمان كمان ورئيس حزب، وبعدين لما صار رئيس انتخبوا الشعب المصري وصار رئيس، جابوا كلمات له. فأنا طبعا فتحت بدي أشوف هالخمس لقطات اللي ماخذينها وبروجوها، مش بس بروجوها
ويحكم بكفر الرجل على ضوء ما ورد فيها، بيحكم بكفر الرجل. وبالتالي أنا دخلت وشفت، نأخذ واحدة واحدة. أولا بقولوا لك مرسي يقول، وتفضلوا هي بقول، فيش فرق بين عقيدتنا وعقيدة النصارى، تمام؟ أو إن هو بقول الخلاف بيننا وبين النصارى مش في العقيدة، فبجيبوا لك فعلا بقول الخلاف مش في العقيدة، تمام؟ طيب، طب هو أنه مسلم بقول إنه ما هو أصلا لو مسلم قال فيش خلاف بيننا وبين النصارى كان قاموا له النصارى، قالوا له إحنا مسلمين زينا زيك، النصارى بيعترضوا عليه. كيف يعني فيش خلاف، فيش اختلاف في العقيدة بيننا وبينك؟ كيف يعني؟ أنت بتقول الله واحد وإحنا بنقول غير هيك. مثلا في مسلم بقول هالكلام؟ الله سبحانه وتعالى بقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني أول ما تسمع أنت هذا إيش لازم تكون كمسلم؟ والله إذا الخلفية هالإنسان اللي أنا بيقولوا هالكلام عن، يعني بكرة ممكن على فكرة يصيروا يلفكولي في الدبلج وغيره، ما على فكرة في الآن مستويات عليا بيجيبوك أنت بتحكي تمام، بحيث إنه الخبراء بيقدروش يكتشفوا أصلا، تمام؟ أنت طب كيف بدك كمسلم تحكم الآن؟ والله شو تاريخ هالإنسان؟ شو ماضي هالإنسان؟ بيجي بيقولوا لي طب ما أنت بتحكي قاعدين على الحكام اللي بيقولوا إحنا مسلمين، طب ماني عارف تاريخهم كله، ماني متبع من أنا صغير وعارف إنهم فسقة وفجر ولصوص وتفاصيل، يعني مش الساعة هم ماضيهم شريف وبعدين هلكيت جديد عرفناهم، لا إحنا عارفينهم من زمان، أنا عارفهم من الستينات وأنا موجود في المسجد، من الستينات موجود في المسجد ومتبعين على السياسيين كلهم وبنعرفهم وعارفين تاريخهم وفضائحهم وقارين التاريخ كمان كله، ولو بدنا نستلمهم واحد واحد بنضيع وقتكم واحد واحد وتاريخهم المخزي هذول اللي على العروش. طيب إنما أنت بتعرف ناس حياتهم كلها في الدعوة إلى الله، تيجي بتقول لي طيب هلقيت أنا بدي أقول لكم أولا فيش الخلاف بيننا وبين النصارى مش في العقيدة، طب أنا بدي أقول لكم شغلة، لو أنا جيت قلت، دققوا الآن حتى تشوفوا الكذب والافتراء وبعض الأغبياء اللي بروج الكلام، لو جيت أنا قلت الخلاف بيننا وبين اليهود مش في العقيدة وهذا غير صحيح، وإنما الجماعة احتلوا فلسطين وطردونا منها واليهود اصلا طول عمرهم موجودين واحنا بنحميهم، يجي يقول ياخذوا مني لما بقول الخلاف بيننا وبين اليهود مش في العقيده؟ هذا اللي حصلت في كلام الرجل اصلا، هم يجيبوا اصلا كلامه كله، ومش بس هم اللي يجيبوا والناس اللي بيدافعوا عنه، طب ما تجيبوا اصلا كلامه وتحلوها مع الناس تقولوا لهم بلاش انهم يعني يستغفلوا الشباب. فاذا لما انا اجي اقول يجي يقولوا لي انت بتقاتل اليهود لانهم يهود وفي بينك وبينهم خلاف عقائدي، طبعا انا شو بقول؟ بقول كيف انا بدي اقاتل اليهود لاني انا وياهم مختلفين عقائديا؟ الخلاف بيني وبينهم الان مش عقائدي، هذول الناس احتلوا فلسطين وقتلوا الناس وشردوا وتفاصيل، ها ايش اسمه هذا اللي بيجي بيقتطع هالكلام؟ هذا بقول هيو الشيخ بقول الخلاف بيننا وبين اليهود مش في العقيده، شفتوا شو عملوا في الكلام؟ هذا اللي عمل هذا الكلام واحد من اثنين، يا انه شاب غر وفقط لانه بكره مرسي لسبب او اخر، او شغل مخابرات، او شغل مخابرات، هاي صار بدنا نجيب اكثر من احتمال صرنا، او 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 ناس جماعات اسلاميه وعملت هالعمل بنحط عليها علامه استفهام، احنا مش بنقعد ننافق، اذا وصلت فيكم الكذب لهذه الدرجه معناته انتم ابصر شو قصتكم هيك حتى نواجه، تمام؟ اللي بيكذب بهذه الطريقة لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، لما بتسمع على مسلم أي كلام أول ما بتبدأ بتفكر بينك وبين نفسك أبدا هذا بيكونش من مسلم حتى تستيقن. طيب إذن يلام الرجل لما يقول الخلاف بيننا وبين، ما هو قبلها شو كانوا قايلين له عن النصارى وموقف من النصارى في مصر؟ لما يجي كلهم الخلاف بينهم وبينهم مش عقلي، في خلاف، إذن في إيش الخلاف؟ في إيش الخلاف؟ في النهاية القضية
هاي القضية الأولى، وهاي اللي مكبرينها وبيقولوا الرجل كفر. القضية الثانية، قبل ما القضية الثانية، هو أصلاً أنا وجهة نظري الشخصية إذا بتلاحظوا في جماعات كثيرة وحصل 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 والثورات وغيرها، إذا بتلاحظوا لحد الآن أنا إطلاقاً ما عمري تعرضت لأي جماعة إسلامية من بداية الدرس في السبعينات إلى اليوم، ما مستعد أقيم أي جماعة، ما أنا شخصياً. ليش؟ لأنه أنت بدك تعمل حالك قاضي وبدك تقيم أي جماعة، معناته بدك تدرس الأمور والمزاعم والكذب والتفاصيل لا ليش؟ أنا بختصر على الناس إشي ثاني، أنا بنتكلم شو الإسلام ومنفهم الناس الإسلام وبصير عند الناس المقياس يقيسوا فيه وخلاص. أما بدك أقعد أتعرض أنا الجماعة الفلانية وأدرس تاريخها وبعدين أقعد حاكي أنا قاضي؟ قاضي؟ لا، في إشي مختصر أكثر من هيك. عرف الناس بالإسلام، يعرفوا الإسلام، أنت بتعطيهم المقياس اللي بيقيسوا فيه الناس وخلاص. ولذلك الدرس من أول ما بدأت فيه من السبعينات في المسجد الكبير إلى اليوم ما عمري ذكرت اسم جماعة من الجماعات أصلا، ولا وقفت مع جماعة ضد جماعة إطلاقا. طيب واليوم لما صارت الربيع العربي وغيره برضو ما كنت أقبل إنه أي جماعة بتقاتل الطغاة إنه نقعد نقيم فيها الآن ونصدر عليها أحكام. ليش؟ لأنه الكذب كثير والافتراءات كثيرة، تمام؟ وانت مش قاضي، والان لما بتقضي انت ضد اي جماعة من هذه الجماعات عم بتكون انت لصالح الطغاة. في لحظة المعركة قائمة ومحتدمة. انا مش من مصلحتي انه ولا مصلحة الامة اني اغمز باي جماعة تقاتل الطغاة اطلاقا، واللي بينهي نفسه فيه يغمز بالجماعات باسم انه بده يقاتل الطغاة، هذا ما بفهمش منيح ولا بيعرف سياسة. وبالتالي اذا لاحظتوا انتو في هالدروس ما قيمنا اي جماعة ولا قبلنا انه ندين اي جماعة ولا نقبل المزاعم اللي بتنتشر واللي بتولد من هون وهناك، والاكاذيب كثير اليوم صاروا وانكشفوا الكذاب وكثير. طيب الان في معركة قائمة على كل المستويات، على كل المستويات. نيجي للقضية الثانية اللي بطرحوها بالنسبة لمرسي، جابوا كمان لقطة المذيعة بتقول له يعني مثلا قطع اليد، قالها لا لا لا. شو قالوا إذن هم إفهموا؟ أخذوها اللقطة هاي إنه اللي بقولها لا 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 يعني برفض حد قطع اليد. ليه؟ هي اصلا هي حرب اعلامية، هم هذول الصحفيين بيكونوا هم مدربين مش وبيلقوا اسئلة بالذات مشان يعطوا الجمهور صورة سلبية، مثل قطع لا لا لا. شو لا لا لا؟ هو قال انه قطع اليد مش شريعة، وقالها اصلا كم يد قطعت، كم يد قطعت عبر التاريخ الاسلامي. طبعا جزء من هم مخذين لقطة. بعدين شو قالها؟ قالها هذا أصلا مش من مبادئ الشريعة، هذا من الفقه، والفقه له تفصيل. شوف طب إيش أنت بتقول؟ إنه بقول إنه رفض حد القطع اليد، الرجل رفض حد قطع اليد؟ ما الرجل عم بقول أكما أدن قطعت التاريخ الإسلامي كله. بعدين هذه قضية مش من المبادئ، ووضح شيء المبادئ. قال في إطار عام مبادئ هاي ثابتة لا تتغير، وفي قضايا في الفقه فيها تفصيلات. مثلا أنا أعطيكم تفصيلات في الفقه فيما يتعلق مثلا بقطع اليد. الصحابة والمسلمين في حروبهم وغزواتهم كان إذا واحد من الجنود سرق ما يطبقوش حد القطع. صحابة، هذا حكم شرعي. لما أنت قاعد بتصطدم في المعارك ما كانوش يطبقوا الصحابة، منين مخدينها الصحابة؟ طب ما هو عمر أصلا في عام المجاعة اللي شو سموه؟ الرمادة، قال لولاة وقفوا حد القطع لأنه في شروط 1-2-3. فلما يجي يقولها يرد عليها طبعا خصوصا مقتطعة، لا 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 شو اللي لا 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 لا؟ قالوا إذن هي برفض حد القطع. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيفهم هيك؟ هذا مين هو اللي بيفهم بهالطريقة هاي؟ إذا كانه عالم معناته هذا عالم أبصر شو قصته، تمام؟ وإذا كانوا شاب عادي ماشي مش قضية، لأنه إحنا بنتكلم أصلاً أنا قاعد بتكلم من أجل الشباب اللي عنده حرص،
حتى يفهم، ولا انا مش سائل في غيرهم اصلا، احنا بهمنا الشباب يفهموا صح. ايش؟ لا لا لا، طيب ما كمل معاه، ما هو قال لك كم يد انقطعت يعني ايش سكتي؟ لا لا لا، كم قد انقطعت في التاريخ؟ بعدين في عندك المبادئ العامة هاي ثابتة ولا تتغير، وفي الفقه في تفصيلات. طيب الفقه في تفصيلات، طيب هو أعطاك وقال لك انه حد السرقة لا، هاي قضية ثانية. نيجي للقضية الثالثة، يعني بتناولهن كلهن على فكرة، بدي اتناول كل اللي قالوا عنه وكفروا من اجلها، حتى تعرف ان اللي وراء هذه المسائل ناس اما اغبياء او لهم مقاصد غير شرعية. ايش؟ ما هو وارد في الحديث الشريف اصلا، الحديث الصحيح في البخاري وغيره، ايما رجل، يعني ممكن اكون ما اعطيش اللفظة بالضبط، ايما رجل يعني قال او يقول لاخيه يا كافر فقد باء به بها احدهما، يعني واحد منهم كافر صفان، يا اما اللي قلت له كافر هو فعلا كافر او بترجع عليك انت يا كافر، وبيعرفوه. فهي سهل يعني تقول لمسلم كافر؟ سهل تقول لمسلم يا كافر؟ طيب وايش كمان؟ طبعا ما هو سهل مشان يساعدوا كمان الطغاة، مشان يساعدوا الطغاة على الانقلاب، ومشان كمان يساعدوا الطغاة ان الناس تنسى جرائمهم لانه هذا كافر. فانتوا يا مسلمين ليش يعني شايفينها كبيرة؟ ليش شايفينها كبيرة يا مسلمين انتوا؟ ما هو كافر، خليهم يعدموه. فهون قضية ثانية، طبعا هن خمس مقاطع جامعين مع بعض وكنت شايفين زمان وبيكرروهن. طيب شو كمان قال؟ بترحم على البابا، ما هو البابا السابق توفى قبل ما يصير مرسي، قبل ما يصير رئيس، شو اسمه؟ بابا مصر شنودة، صرتوا ناسين شنودة. فهون فكأنه رايح على الكنيسة مرسي، بتعرفوا ما هي هاي برضو السياسيين بيجاملوا، رايح على الكنيسة كأنه بده يعزيهم. فقال فترحم على مين؟ على شنودة. طيب شفتوا الجريمة ما أكبرها؟ قبل ما يترحم، حطوا لي يترحم على جانب، في قضية ثانية، تصوروا انه مرسي من جريمته انه شو بقول؟ اخواننا المسيحيين. ليش هم المسيحيين اخوانك يا مرسي؟ الله ماني داري. كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط. هاي هم اخوان لوط الكفار. الله، ولا هم بيعترفوش في القرآن؟ والله ماني داري. وهو اصلا الله اللي قال واخوان لوط، والله اللي قال اخوهم هو نوح، وهو اللي قال اخوهم هود، واخوهم صالح، وهي كمان اخوهم لوط، واخاهم شعيب حسب الجملة. بشكل هاي القرآن اللي يقول اخوهم، واحنا ما لنا، احنا ما لنا هذا القرآن بيقول. جيبوا لي الان انه لا يجوز شرعا اقول عنه اخوي، ما هي الاخوة هاي اشكال والوان، في اخوك ابن امك وابوك، وفي اخوك في الانسانية ابن ادم يعني كمان، وفي اخوك وفي اخوك، والقرآن قال هاي كمان جريمة بجوز تكفره كمان لا مرسي مشان السيسي نبسط. طيب وشو كمان؟ شو كمان؟ في حد الردة، قال بنكر حد الردة. طيب هو ما في مسلمين بنكروا حد الردة وما منكفرهمش، يعني ممكن نقول هذول ناس يعني مبتدعة في هذا الباب، لأنهم في حديث صحيح في الموضوع، مش قرآن طبعا. طيب أما بيؤدي للتكفير لو أنكر؟ لو أجي قال لهم ما في حد رده، ما في علماء بيقولوا قاعدين ومنناقشهم ومنرد عليهم ومنكفرهم، مش معاصرين تمام، منرد عليهم ومنكفرهم، مش لما بينكروا حد الرده، لأنه منميز إحنا مستويات، وانت بكون كافر وانت بكون مبتدع وانت بكون
مش ما في بدعة بتخرج من الدين وبدعة لا، وتفاصيل وفي شذوذ وفي بتقول أنت هذا مجتهد يعني يبدو في تمام. والله واحد أنكر حديث صحيح راوي بس واحد مثلا غير عن حديث راوي عشر إلى آخره تمام. طيب مع ذلك الرجل كلامه في التفصيل معترف بحد الردة، شو بقول لهم؟ بقول لهم احنا بيميزلهم بين اللي بيرتد بينه وبين نفسه وبين اللي بيعلن. اللي بيعلن بيرتكب خطر في مواجهة المجتمع، هيك قال. طيب هي بيرفض حد الردة، هي بقول لك اذا بينه وبين نفسه احنا يعني منتبعش عليه. ومين قال لك انه حد الردة؟ بيقولوا العلماء بتروح وبتاخذه بتصير تحكك معه وتقول له وتطلع منه الكلمة. هو هيك حد الردة تطلع منه الكلام انت؟ الدولة بتحد حكك معه؟ ما هو بيحكي بصفته الان رئيس او راح يكون رئيس تمام. هذه شأن لما هو بيعلن. طيب ومين قال غير هيك؟ يعني مين قال غير هيك؟ هيو بيعترف بحد الردة، كن كتبه ولا ينكر حد الردة. شو طب اللي بيعمل هيكم شايفين اكم واحد يصير ذاكرهن. طيب خمسة طرحهم وممكن ننسى يعني من ضمنهن، اذا نسينا مش قضية بيكفي هذا. اما قضية الترحم مع اقوى واحدة هاي، خصوصا انهم جايبين هاي بالذات، جايبين سائلين شيخ واحد بيقول بيسأل شيخ من السعودية، مع انه اليوم يعني من السعودية اليوم صرنا لابد نبرهم نعرف مين الشيخ، ما انتم بتعرفوا اليوم في السعودية لازم تبرهم وتشوف انو هالشيخ. المهم بيسألوا بيقولوا واحد تأسف وترحم على يعني كافر. طب اللي خرب بيتك يا اللي بتسأل شو تأسف؟ من ممكن أتأسف على الكافر؟ شو علاقتها هاي؟ ليش بتقول تأسف وترحم؟ يعني مع السؤال حتى غلط. ليش أنا بصير ليش أتأسف؟ ماني بتأسف على كل كافر مات كافر. شو يعني إيش أنا بتأسفش؟ ليش بتأسفش على الكفار إنهم موتوا كفار؟ فها يعني حتى مش موفقين بالسؤال، مش موفقين بالسؤال. أنت اسأله، سألوا وين بترحم وهذاك جاوبوا. طب ماني انا معطي بالدروس هون عندكم قبل هالقصص هاي كلها، وقلت لكم في فرق. الدين في القرآن والسنة لم يتكلم عن الترحم. بتقولوا لي طب ما في العلماء بيقولوا، ايش العلماء بيقولوا؟ العلماء مرات بتوسعوا هيك وبلاحظوش كلماتهم ولا بدققوا في الالفاظ. منيجي من كلكم دققوا واعطوني هيني قديش كنت قايلة إلي قايلها سنتين ثلاث. اللي عنده دليل يطلع لي يعني. انه لا يجوز الترحم على الكافر. كيف تعني؟ الكافر انا بقول مش المسلم. لا يجوز الترحم على الكافر كيف يعني؟ نميز. اولا اللي وارد في القرآن واللي وارد في السنة ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا دققوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. طب وين أنا بدي أتبين أنه أصحاب الجحيم؟ لما يموت على الكفر وأكون متبين أنه مات على الكفر، مش هيك؟ هاي هي اللي بصير. وإذا القرآن والسنة نهت عن الاستغفار. أنا بدي يجيبوا لي دليل من القرآن أو السنة إنه نهى عن الاسترحام مش الاستغفار. الآيات بتقول استغفار القرآن. طب هون خلينا في الاستغفار، عارفين شو معنى الاستغفار؟ وبدي أعطيكم الآن مثال التالي الفرق بين استرحام واستغفار. الله سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إذا بيجي الإنسان يوم القيامة مشرك يوم القيامة، لأنه في الدنيا بيغفر الشرك، في الدنيا بيغفر الشرك، ما هم الصحابة كانوا مشركين شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تمام. تيجي تقول يا رب اغفر للمشرك وعم بقول لك ان الله لا يغفر، شو بقول لك ان الله لا يغفر وبتقول يا رب اغفر للمشرك، ايش معناته؟ شو معناته اغفر؟ شوفوا محكمة قضاء
في بينهم مجرم قاتل، مجرم قاتل، بيجي المحامي بقول يا سيادة القاضي هذا الرجل كان يعني معصب شوية، فقد أعصابه، فنرجو من المحكمة أن تمحو يعني ذنبه هذا، وإذا ممكن تعوضوه كمان بمكافأة ب20,000 دينار، يعني بلكي صار يأخذ دواء وبطل يعصب، مش بس يعفو عنه وكمان يجازوه خير، يكافئوه. أو لهي معناتها على فكرة قولك يا رب اغفر للمشرك والكافر اللي مات على الكفر، انت متأكد؟ طبعا متأكد. ايش يعني متأكد؟ يعني في ظاهر الامر، ولا انت شو عارفك يعني، انت شو عارفك هذا في ظاهر الامر يعني بالنسبة لك، لانك ما بتحكم انت الا على الظواهر. طيب شو هذا؟ ايه شو بعمل وقتها؟ شو بتعمل بالله المحكمة؟ شو راح تعمل بهذا المحامي؟ يلا خرب بيتك، انت قاعد بتطلب انه نسقط نمحي عنه الجريمة وكمان نكافئه؟ شو هالغباء هذا؟ واحد ثاني محامي ثاني كان يمكنهم برضو متأخر شوي، اجا قال لهم شو اللي بتقولوا؟ لا يا قاضي احنا بنسترحم، يعني بلاش مؤبد، يعني لو 10 سنين بقدموا استرحام. بيعرفوها الناس ولا بيعرفوهاش؟ في استرحام في المحكمة ولا لا يا شيخ؟ بطلبوا الرحمة. لما بتطلبوا الرحمة يعني بتقصدوا يشطبوا كل الجريمة وكمان يعوضوه؟ كيف؟ يخفف العقوبة. طب في فرق بين هالتنتين هدول؟ في فرق بين هالتنتين، في فرق بين الاسترحام وبين ايش؟ استغفار. استغفار استهزاء. انت لما بتستغفر تستهزئ بقول الله سبحانه وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تجعله هاي زي هاي. بعدين في اللغة العربية كيف يعني غفر ورحم معنى واحد؟ كيف؟ شو يعني غفور رحيم الله؟ اذا المعنى اذا هي نفس اذا المعنى نفسه، ايش يعني غفور رحيم؟ غفر لها معاني، وغفور معروف، ورحيم لها معاني، ورحمن ورحيم معروف. ومش بس هيك، طب ليش هو يوم القيامة؟ دققوا، احنا قلنا بنكون مدخل هذا، لذلك من انا مفتي اصلا من زمان انه بامكانك تترحم على ابوك الكافر، ابوه هو قصدي. لأيام سألونا الناس مسيحيين ابوهم مات، مسلمين اسلموا، وصار اجوا قالوا بنقدر نسترحم؟ استرحم. مين قال لك لا؟ قل لي قال لك لا، اجيب الدليل، مش انا جاهز اتراجع اذا جابوا الدليل، مش قعدوا يلفوا ويدوروا. رحم غير عن غفره. تمام؟ ها طيب تسترحم؟ كان قال لك كيف تترحم؟ كيف بترحم على بابا شنودة؟ والله بجوز يقول لك والله هذا صح، وكان يعني على مسيحيته، احنا مالنا، الله اللي بيحاسبه، بس هذا كان مانع كل الاقباط يزوروا القدس، وشيخ الازهر اجى زار القدس، وشنودة ما رضيش يزور القدس وهي محتلة تحت اسرائيل، وقال الاقباط ما تزوروش. هذا شنودة، لا هذا اللي جاي الجديد غير، فتوادرس غير. طيب مثلا يجي كل قال الله يرحمه، ايش الاشكال؟ ما احنا مفتين فيها من زمان هذه المسألة. الكاتب تورم انوف بقعد يقول لك لا انت مش عارف شو معنى، راح جيبوا لي نص وخلصوني. تقول ليش العالم الفلاني قال؟ احنا في هالدين هذا من عمرنا 10 سنين، هالكاتب احنا قربنا، فهمتوا؟ ايش تقول لي قال عالم وما قالش عالم؟ احنا عارفين شو قالوا العلماء، انتهى الموضوع. انا بدي النص هون، الدين عندنا مش باقي الاديان رجال دينه، هات الدليل انت، بس اعطيني الدليل، تقول ليش قال فلان ولا ما قال فلان؟ ما بفهم شو اللي بقوله، بعرف وانت بكونوا صح وانت بكونوا غلطانين. ورحمتي وسعت كل شيء. المهم لا حلمك علي، حلمك انا بتعطيك اشي ثاني. اسمعوا معي الآية هاي، لا هذاك النجاشي قال أسلم النجاشي، أما كان مدح الرسول إنه لا يظلم عنده أحد، مش إنه النجاشي، إنه ملك لا يظلم عنده أحد، يعني ملك عادل، ملك عادل.
كيف؟ لا لا، هذا موضوع ترحمه على أمه، هذا موضوع تاني. هو الحديث اللي بيوردوه انه يعني استأذن انه يزور قبر أمه، واستأذن انه يستغفر لها، يستغفر. تمام؟ فانتوا لاحظوا الدقة في الألفاظ في الدين. طيب، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. اسمعوها، هاي برضو مشان قضية مهمة. قال مين اللي قال؟ قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. لأنه مشيئته، مشيئة مين؟ الذي يعلم حقائق البشر، بيعلم البشر وعنده حكمة في تشريعاته. ومن حكمته على فكرة دقة الألفاظ هذه، غفور رحيم، انتبهوا هيك. تمام؟ طب ايش؟ ولذلك بتجد المفسرين زي مثلا الطاهر ابن عاشور بقول انه هذه الآية يعني بمعنى انها مشكلة مشكلة عند جميع المفسرين. هذه الآية مشكلة مشكلة عند جميع المفسرين، هيك هو قال جميع المفسرين، يعني موضع إشكال، موضع إشكال عند جميع المفسرين. هذا فحل التفسير الطاهر بن عاشور في كتابه التحرير والتنوير لما بتعرض للآية هاي. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. شو؟ ليش استشكلوها؟ طيب، لأنهم عارفين إنه النار موجودة إلى ما لا نهاية، وهي بقول خالدين فيها إلا ما شاء الله. هي حتى لما قال خالدين شو قال؟ إلا ما شاء الله، فاستشكلوها. ولذلك بعضهم شو قال؟ قال ما هنا بمعنى من. شو الله بقول ما وبتقول لي من؟ عارفين ليش بقولوا من؟ مشان يروحوا لعالم الأشخاص. إلا من شاء الله يعني يطلعهم من النار. طب ما هو حتى لو بدكم تطلعوهم، ما هو قال خالدين، بعدين بصيروا يقولوا استثناء منقطع. ليش بتقولوا ما بمعنى من؟ شو ما بمعنى من؟ الله بقول ما، وانت استشكلتوا، وانا فاهم ليش استشكلت المسألة. كل المفسرين استشكلوها لانه بدهم النار. ما هم على فكرة في قولين جماهير العلماء على ان النار لا تفنى، وفي علماء قالوا النار تفنى قديما وحديثا، النار تفنى. وابن القيم بيجيب أدلة، ابن القيم بيجيب أدلة تفصيلية في الموضوع على قضية أن النار تفنى. ردوا عليه، طيب فهمنا، ما أنتم بتقولوا الجماهير بيقولوا، وهي في ناس بيقولوا أن النار تفنى ولا لا؟ النار تفنى. طيب، فاستشكلوا اللي بيقولوا النار ما بتفناش، استشكلوا هيو إلا أنه ما، على فكرة ما هاي واضح أنها بتتكلم عن الزمن، لأنه خالدين إلها علاقة بالزمن واستمراره. إلا ما، كيف لما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أطيعوني ما أطعت الله، ما يعني طالما الزمن يعني. تمام؟ أطيعوني ما أطعت الله، ما. تمام؟ هون خالدين فيها إلا ما شاء الله مشيئته. إذن أنا شخصيا الآن ممكن أقف بين الطرفين هذول اللي قالوا النار تفنى وفي النهاية ما بضلش فيها حدا. وهلقيت بقولكم ليش قالوا النار تفنى. النار يعني مش أدلتهم، هذا أدلتهم موضوع تاني. النار تفنى والجماهير بيقولوا لا تفنى بالنسبة للكفار، يعني ما هو أصلا عصاة المؤمنين، ما هو متفق عليه بين أهل السنة والجماعة زي ما بيقولوا إنه عصاة المؤمنين بيخرجوا من النار كل بعد ما يستوفوا وبروحوا على الجنة، يعني معناته راحوا على الجنة بدون ما يغفر لهم حتى، بس ممكن رحمهم بالشفاعة، ممكن يرحمهم بالشفاعة مرات. تمام؟ فهون الكفار
الكلام عن الكفار أنا بتكلم، إنه بتفنى النار ولا ما بتفناش؟ يعني مش بدهم يقولوا هم بيخرجوا الكفار من النار، هم بدهم يقولوا بتفنى النار، مش بيخرجوا الكفار منها، تفنى النار فبيفنوا معها. تمام؟ طيب إذا كانت مشيئة الله سبحانه وتعالى أن تفنى النار، هذه رحمة، هي مش مغفرة، هذه رحمة. إذا كان، ما هي الآية بتقول شو إذا كان؟ بكفروني بكرة، بكفروني بكرة عشان قلت إذا. صحيح الله يقول، تمام؟ ها الله يقول خالدين إلا مشيئة الخالق، إلا بدهم يتدخلوا في مشيئة الخالق. ولذلك قلت يبدو القضية لا هذا القول ولا هذا. شو يعني؟ إنه أنت بتقول النار لا تفنى وهي عدلتك، وهذا بيقول النار تفنى وهي عدلته. هو بيقولكم أنتوا كيف بتجزموا؟ طب ما هي لي مشيئة أنا. أنت يلي جزمت هون أخذت الأدلة هاي، طب ما سمعتنيش بقول إلا ما شاء الله؟ كل هذا الخلود اللي حكيت عنه ما سمعتنيش بقول إلا ما شاء الله، وأنت يلي بتقول بتفنى، أنت عارف مشيئتي يعني إنه شو اللي بفنيه وبفنيهوش؟ خلاص قولوا إلا ما شاء الله خالدين إلا إذا في مشيئة. ما هو أصلا في الآية الثانية اللي بتشبهها لما تكلم عن أهل الشقاوة اللي شقوا، شو قال سبحانه وتعالى؟ انتبهوا الآن شو قال: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. طيب وضح لنا يا رب المشيئة، وضح إن ربك فعال لما يريد، مش دخلكم أنتم، فعال لما يريد. طب شو هي الإرادة يا رب؟ اسكتوا. شفت الإنسان بده يتدخل في كل إشي، ليش عم بقول هيك سبحانه وتعالى؟ قولوا لي بالله ما هي بقول عن أهل الشقاوة: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. إلا بدهم يقيدوا إرادة الخالق، هو ما قيدهاش، هو سبحانه وتعالى ما قيدش إرادته. فلا أنا مع هذول ولا مع هذول، كنت صفيت، اتركوا لمشيئة الخالق الموضوع. انتوا قولوا هاي بقول خلود، ما هي بقول خلود. طب شو قال في أهل السعادة؟ وعلى فكرة لما جمع الآيتين مع بعضهم سبحانه وتعالى مشان تنتبه، شو قال في أهل السعادة؟ قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هاي بيّن المشيئة، عطاء غير منقطع ومجذوذ، هاي بدها تفصيل كمان، مش بس منقطع، في لها تفصيل. تمام؟ لحظة، أجا في إذن واحدة قال لك إن ربك فعال لما يريد، تتدخلوش مع مين هذا الكلام كان؟ طيب وأهل الجنة يا رب عطاء غير منقطع، وأصلا أنا لو بدي أعرف المال نهاية بعرفه بطريقة أدق، بقول الذي لا ينقطع، بشك. طيب خلص ليش تتدخلوا؟ فبالتالي لا بقول بتفنى النار ولا بتفناش، ما هي الله في مشيئة للخالق. طب هذه المشيئة إذا شاء الله أن يفنيها بيكون رحمة ولا بكونش؟ بس ما غفرش بدليل أنه عاقب. ثم ما هو الخلود؟ ما هو الخلود؟ تذكروا في مرة ماضية قلنا الخلود، عشان هيك رح نفهم ليش قالوا تفنى النار، لأنه الخلود هو فيه معنى يعني الدواء البقاء مع الملازمة، أو دوام مع الملازمة، مع أنه في فرق بين بقاء ودوام على فكرة، في فرق بين بقاء ودوام. تمام؟ مثلا فلان بقي يتكلم حتى، هي كأنه في نهاية، بقي يتكلم حتى فلان من كلش دام في كلامه حتى، هاي فيه من كلش دام في كلامه حتى، بقي يتكلم حتى. الآن مش وقته البقاء والدوام في الاستمرارية، في موضوع الاستمرار. الخلود فيه بقاء وملازمة لشيء، فإذا كنت في الدنيا فالخلود في الدنيا البقاء فيها
طالما أنها موجودة. فإذا فنيت الدنيا خلاص، إذا في خلود في الدنيا، إذا في خلود في الدنيا يعني البقاء فيها حتى تزول. طب وفي الآخرة؟ البقاء فيها حتى تزول إذا بتزول، وإذا بتزولش بقاء فيها. إذا بتزولش الجنة مثلا، بتزولش خلود في الجنة البقاء فيها. طب وشو دليلنا الآن بتزولش وبتزول؟ هذا موضوع مش هو موضوعي الآن. طيب، ولذلك قالوا تفنى النار، لأنه الخلود هو اللي قالوا بتفنى، لأنه الخلود هو البقاء فيها طالما هي موجودة. البقاء والاستمرار والملازمة والملازمة فيها طالما هي موجودة، فإذا فنيت انتهى. طب بيكون خلد فيها يعني بقي فيها ملازم وهي موجودة طالما هي موجودة، معناته خلد فيها. طب بتفنى هي، خلص بفنى هو. طب هذا بفنى هو رحمة؟ رحمة رحمة. طيب الآن بعرفش إذا نسينا بعض الشغلات برضو اعترضوا فيها، بس انتوا شايفين الاعتراضات ما أحلاها، هاي اللي بكفر الرجل مشانها. قالوا له انت بترضى رئيس غير مسلم؟ شوف كان الأسئلة يلا يخرب بيتكم، أصلا هذا من أوقح الأسئلة. يقعدوا في بلد مسلم يقولون، خلينا أوضحها هاي، في يقولون أنتم بترتضوا رئيس غير مسلم، هذا من أوقح الأسئلة. والمسيحي الذي يحترم نفسه لا يسأل هذا السؤال في بلاد مسلمة وأكثريتها مسلمة. تيجي بتسألني هالسؤال يا تافه، هذا بتحتقرني أخرى. كل هالاستعمار وكل هاللف والدوران وانقلابات وجواسيس وكذا، وبعدين تقوم تطلعونا برضو يحكمنا غير مسلمين؟ طب ما هم اللي بيسموا حالهم مسلمين أفجر منكم، ايش بيحتقرونا؟ هاي الدول الغربية لحد الآن أمريكا ما هي قبلانة يهودي تتقبل مسلم على رأس الدولة، ما هي قبلان يهودي تتقبل مسلم. لا يكون فرنسا بتقبل يهودي يعني، لا يكون بريطانيا بتقبل يهودي يعني، كيف المسلم عادي يا أخوي اليهودي؟ طب ما هو إيمان واحد، ما هو ما هم إيمان واحد الكتاب المقدس. كل هذا إذا قال مسلم قال بصير في بلد أوروبي رئيس بلدية كنطنطن فيه الإعلام، قال هيو رئيس بلدية ومسلم، ما شاء الله ما شاء الله. وإيش كمان عندكم؟ قالوا هيو دخل البرلمان واحد مسلم، ما شاء الله ما شاء الله. لا، في القرن 21 وبتتفلسفوا وبتقولوا، وبكل وقاحة بيجوا بيسألوك هون، والأم بعدها مش ماخذ زمامها ومش عم تحكم نفسها، بيجوا بيسألوك. إذا أنتم باقيين يعني بدكم تحكمونا يعني، مش بدكم يعني أنه تكونكم أنتم تعيشوا في أحرار. بيعتدوا على الإسلام وبيمنعوا في الغرب، بيمنعوا بناتنا انه يلتزم باللباس الشرعي، بكل وقاحة كنقل لك انت بتجيز يكون غير مسلم رئيس؟ طبعا لا، ما بجيزش. هو انا تافه لهالدرجة هاي وانت تافه يا اللي بتسأل؟ يخرب بيتك شو بتحتقرني معناته؟ حقرين. طيب سألوه، طبعا هو بده جواب كسياسي، اختار جواب، اذا كانك مش عاجبك الجواب صلح له. قال انا ما بجبرش الشعب المصري شو يقول. هذا اللي قاله، ما قالش لا بده، كان لازم تقولها. انا بيني وبينك كان لازم يوقفهم عند حدهم بالطريقه اللي بقولها انا يا وقحين. هذه بدل ما تقولوا ياخذوا حقوقهم كل شيء تماما، هو الدين الاسلامي الوحيد هو اصلا في قديما في العصور الاولى اللي كان يعطي المسيحية انه في الاشياء اللي دينكم فيها، دينكم اشياء دينية خاصة فيكم انتو بتحاكموا الها، اللي هي من خصوصيات الدين اللي بتثبتونا انه من دينكم. فيش اليوم دولة بتراعي هالكلام، لا يكون في بريطانيا بيجوا بيراعوا في القانون انه انت مسلم، حتى في الزواج والطلاق. انو قال لك بيقبلوك انت في اي دولة اوروبية في الزواج والطلاق اللي هو امور شخصية، انهم يحكموا في الاسلام. اما في اليهودية بيختلف،
عندهم اليهودي له حقوقه، المسلم لا. وبيجوا المسلمين بيجوا قال في بلادنا هون بتواقحوا وبيسألوا المرشح للرئاسة بتسمح لا بنسمحش، لا بنسمحش، بتكون حرب طاحنة أخرى. كل الجواسيس اللي حطتوهم على العروش وكفارهم أصلا، وكمان يا وكحين بتقولوا هالكلام شوف هذا أمم الكفر وقاحة. طيب شو جاوبه الزلمة رحمه الله؟ أه شو جاوب؟ قال أنا ما أجبرش الشعب إلا هاي جواب دبلوماسي، بجوز أنت تقول كان لازم يجاوب غير. طيب فهمنا. إيه قال لهم أنا ما. بعدين قالوا له طب والكنائس هاي اللي تبنى يعني تجيز أنت يعني شو موقفك راح يكون من بناء الكنائس؟ قال لهم من ضمن ما قال لهم لفت انتباهي مسألتين في جوابه. هذول في اللي جابوهن بدهم يعترضوا على مرسي وبلوكوهن. قال لهم هذه قضية شو علاقة رئيس الدولة فيها؟ يعني هذه شغلة القانون، يعني لا يكون رئيس الدولة بده يقعد يتبع بنو كنيسة ولا ما بنوش. والله رئيس هو رئيس بلدية، هو هذه مني رئيس بلدية، هو ما قالهاش. ها هو رئيس بلدية، هو رئيس الدولة هو فاضي يتبع؟ قال لهم القانون، القانون ما قالش هو القانون. لكن لفت انتباهي كلام شو قال؟ قال اصلا الكنيسة رفضت القانون الموحد، اصلا الكنيسة رفضت القانون الموحد. الموحد لايش؟ لبناء المساجد كل كنائس. بدريش القانون شو هو؟ يعني ممكن تيجي تقول مثلا القانون فرضا افترض هيك انه والله المنطقة التي يزيد عدد سكانها عن كذا مسلمين او مسيحيين يجوز لهم بناء كنيسة او كذا. الكنيسة رفضت الكلام، رفضت القانون الموحد اللي انا مش داري شو هو بس قالها هو. شو يعني قصده؟ قصده الكنيسة اخذ اكثر اصلا من المسلمين لانها رفضت القانون الموحد، لانه القانون معها. ها طيب، وليش السؤال عن بناء الكنائس؟ ليش من ايام عمر الخطاب لليوم هم يعني بيبنوا كنائس ولا بيبنوش؟ يعني صرتوا جديد ذكرتوا الدين انتو ولا هالكنائس الموجودة في بلاد المسلمين من وين هاي؟ ايام الدولة الراشدة والامويين والعباسيين، بس مش في الجزيرة العربية، لانه هناك في حديث في خصوصية. زي مرة واحدة مسيحية بتقول لي انتو يعني كيف انهم هم متطورين كثير الان الغربيين انه هاي بيسمحوا ببناء مثلا في مسجد في روما، بدريش اذا في روما، في روما مش في الفاتيكان طبعا، ما هي الفاتيكان دولة. بتقول لي بتسمحوا لنا في مكة؟ قال يعني احنا متعصبين يا مسلمين. يلا خرب بيتك، في مكة يعني ضاقت الدنيا الا في مكة؟ ما هو العالم الاسلامي 33 مليون كيلومتر مربع، العالم الاسلامي 33 مليون كيلومتر مربع، يخرب بيتك ضاقت فيك الدنيا الا بمكة؟ لا يكون انا بكون يعني مسلم بحترم نفسي اجي اقول للبابا ابعث له اقول له نرجو انه دولتكم الفاتيكان، ما هي دولة الفاتيكان، نرجو ان تسمحوا لنا ان نبني مسجد في الفاتيكان. يلا خرب بيتك شو وقع يا مسلم لو اني هيك بدي اقول. ايش هالكلام؟ قال يعني شفتوا كيف منطقهم؟ يعني كل هالكنائس اللي هي بتروح بتصلي فيها بقى تصلي في كنائس في رام الله. مش عاجبها، وين بدها تبني؟ في مكة. في مكة. هذول هم. ولا كيف تعرف الباطل انت؟ كيف بتعرف الباطل؟ بعدين لحظة، بعدين وين انت يا اخوي بدوا يبنوا هم؟ احنا كنيسة القيامة من قبل الاسلام لليوم هيها، قبل الاسلام على فكرة بنتها امه لقسطنطين، هيلانا، هيلانا ام قسطنطين، قسطنطين توفى 300 وإشي، يعني بعد الاسلام بعده ب 300 سنة، يعني بعد قبل 300 سنة من الاسلام مبنية القيامة، هيها موجودة القيامة لحد اليوم، تمام؟ لكن ومش بس القيامة وتفاصيل عبر العصور، ويجوا يسألونا قالوا تبني كنائس ولا تبنيش، وبيسألوا الرجل قال لهم أنا يعني الرئيس مش مهمته يبحث، إنما في قانون. طيب وين غلطته في قانون؟ ما أنا مش عارف شو هو القانون،
من يعني أنا مش عارف شو هو القانون أصلا اللي فيه اللي فيه هون بيسمحوا بيسمحوا شو أنت بيسمحوا بيحددوا مثلا عدد سكان ولا شو في المنطقة نفسها حتى ولا هي بس المسألة روح حطي هون وابني هون وابني هون وابني هون بس مشان ومسيطرين على فكرة في مصر على أراضي ضخمة جدا وفيش حدا فيش حدا وصارت تستخدم بعض الكنائس محاكم يسجنوا فيها أيام مبارك أي واحد بيسلم يأخذوه أو خصوصا البنات يسجنوهم في, في, في الكنائس وما تدخلش الدولة عاملينها محاكمات وسجون فهون المهم هذا اعتراضهم على الرجل ها ممكن يقولوا لي ما ذكرتش في علنا اعتراضات تانية أي هو أنا هلقيت في موضوع اعتراضات أنا فاضيلكم ما هو إذا كان هاي الكذبات مبينة هيها أنا ليش أروح أسعى أبحث مواضيع تانية إذا كان في قضايا في السياسة هذاك موضوع تاني شوفوا هو عبر العصور كلها سيبقى في هناك أناس بهذه الطريقة وصادقين مرات في أهل باطل وفي صادقين من أيام الإسلام تصوروا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه علي اللي معروف من هو علي وشو شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم إله بأحاديث كثيرة تمام تصوروا الخوارج اللي كنت تحتقر صلاتك مع صلاته من كثر ما هم يعني عباد وزهاد كفروا علي بدهم مش يكفروا مرسي إذا علي كافر كيف مرسي ها بتقول لي ليش بتقول عن اللي بكفروا خوارج ها شوفوا فقهاء السلاطين خصوصا فيما يسمى بالسعودية كان قال لك لا يجوز المظاهرات قال لا تجوز لا يجوز الأحزاب لا يجوز الخروج على ولي الأمر شو بدهم يكتفوا الأمة ويتركوا الجواسيس على خاطرهم مظاهرات لا يجوز طب منين جبتوا لا يجوز المظاهرات هاي في ايش في الدين هاي لا يجوز منين جبتوها لا يجوز المظاهرات لاحظوا كيف بفهموها بربطوا الشعب تمام لا يجوز المظاهرات ولا يجوز ايش الأحزاب ما هو الخوف دائما من مين على فكرة كل الأنظمة الخوف من مين هو في العالم كله أصلا اللي بيغير الأحزاب والناس بتتفاعل مع الأحزاب اللي بتشوفها تمام كل العالم الكافر والمؤمن وغيره ما ممكن يغيروا أصلا إلا عن طريق أحزاب فدائما الحكومات تخاف الأحزاب مش الشعوب بتخاف الأحزاب لأنهم هذول المنظمين اللي ممكن أي أحزاب كانت كان قال لك ممنوع الأحزاب يا الله ممنوع الأحزاب يعني ممنوع يتجمعوا الناس يعني هيك وتعاونوا على البر والتقوى ممنوع وشو سموا حالهم بلاش حزب يتعاونوا على البر والتقوى يجوز ها وإيش كمان لا يجوز ولا يجوز الخروج على الحاكم أنا هو حاكم شفتوا بس حتى تعرفوا إنه اللي بيصير والآن بدأت الناس تفقد ثقتها بكل هذول الناس وانفضحوا لأنه الناس قاعدة على فكرة الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرج الناس ويعيدها إلى الحقيقة وكل هدول الناس اللي كانوا يزيفوا الدين كله بسقط طيب قديش الناس بتوثق بالآن بفقهاء السلطان اللي في السعودية ولا في الإمارات إذا في فضائيات الإمارات في الفضائيات على فكرة طول عمرهم على فكرة بيجيبوا الملاحدة بصفتهم مفكرين إسلاميين وبيعرضونا إياهم مفكرين إسلاميين كن قال لك إحنا حماة الدين ملاحدة بيقدموهم للناس في الفضائيات إنهم بس أنا مش متعود أذكر أسماء وفيلسوف ملحد الإمارات بتجيبه في فضائية من الفضائيات الإمارات بيجيبوا كل لك الإلحاد سينتصر الإسلام هذا بروح في فضائية الإمارات مسلمين هذول اللي بيناقشونا مسلمين يعني هذول المسلمين اللي بيجيبوا الملحد معروف ملحد برضو بديش أذكر اسمه بتلاقوه في اليوتيوب ها بتلاقوه شو بقول إنه الإلحاد اللي راح يسيطر الإلحاد وأنه والإسلام هذا يعني الإسلام ها مش إشي ثاني الإسلام
وتشوفوا ومين اللي كان ينشر في كل البيوت يدخل الدعارة في بيوت المسلمين غير فضائيات آل سعود اللي بيملكوا عشرات الفضائيات وبدخلوا. وشوف التفاهة. قال كنت جابونا اليوم قال هاي في السعودية برقصوا برقصوش. ما هو لا يكون السعوديين لأول مرة بيشوفوا الرقص. ما هو أول ما يفتح عينه في الدار عنده الأجهزة والكمبيوتر والإنترنت والفضائياتكم يا آل سعود جايبين له الرقصات لجوا الدار. قال يعني هل في خوف على الناس في السعودية؟ صار في كم رقاصة يدخلوا البلاد؟ يخرب بيتكم هم داخلين من اليوم. وليش في الصيف؟ في الصيف لما كانوا يروحوا بالعشرات الألوف إن لم يكن بالملايين يسيحوا في الأرض باكين ما يشوفوش رقصات في بريطانيا وفي باريس وفي لندن وفي 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 وفي, وفي. لا يكون كاين شعب يعني مش شايف لو مغمض أول مرة بفتح. بدهم يوهموكم إنه في الشعب في طريقه إلى الفساد وبيكبروا على فكرة وإنه هاي كله كلام فضائياتكم وكل الإلحاد والمناهج وغيره في العالم الإسلامي كله انهزم والناس بترجع لدينها. قال كن بدهم يأسوا الناس وكن جابوا لك شوف شو بيعمل ابن سلمان وشوف يعني أول مرة بيشوفوها السعوديين الكلام. ها طب ما اسألهم بيعرفوا كل الرقصات. اسألهم مين هاي بيقولوا لك ومين هاي بيقولوا لك. جيب لهم لبنانية كلهم مين هاي بيقولوا لك هاي فلانة. كيف عرفت؟ بيقول لك فضائياتنا من زمان. ومين هذا المغني؟ يا فلان بيعرفوا كله. قال يعني انه خايفين الناس تفسد الناس وهم يحاولوا يفسدوها بطريق ولا باخرى. قالوا في ناس قال بيظنوا انه المسألة اتجاه طيار. شوفوا دير بالك بيحاولوا يضخموا المسألة واتجاهه طيار وكأنه كله كلام. هذولا بس على فكرة اياما معدودات يعني مش معناته ايام يعني انما يعني بتشوفوها ان شاء الله كلها زبالة. هاي كلها زبالة. هاي الام بترجع الى ذاتها وراح يبقى ملحدين الى يوم القيامة. بس شو هم يعني كلام راح يبقى فساق الى يوم القيامة بظلهم على الهامش. تجمع لي انت كم الف فاسق من 30 مليون وتحطهم في محل وتيجي تقول لي شوف الشعب السعودي هو الشعب السعودي هيك. طب ما بكين في منهم الفاسقات فاسقات ما هن يطلعن في الطيارات اول ما تطلع في الطيارات تشلح من زمان. هذا موجود هو من زمان بقى الجو العام اللي يجبرها. بس قديش في منهم كنا نشوف فين لما تطلع من البلد تشلحوا يعني هم باقي كلهم ملتزمين ولا في عصر الرسول ما كانوش ملتزمين اصلا. ما قال الله سبحانه وتعالى شو قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. ما هم كانوا المنافقين في المدينة يكرهوا الإيماء على البغاء بمقابل المصاري في المدينة. مش قضية العبرة الاتجاه العام وين رايح في الأمة الإسلامية على فكرة الاتجاه العام. طيب قديش بقي عماد؟ يعني ولا الرقصات كل أسماءهم. ما هو اللي بيعرفش الشر بيعرفش الخير. هو الخوف على الناس. الخوف على الناس زي ما قال عمر بن الخطاب انه يجي زمان ما يعرفوش الشر. لانه كيف الواحد بيشوف اسود وابيض كيف بتميز انت؟ ولذلك لما الناس تعرفت على اوروبا وعلى الغرب وراحوا هناك واشتغلوا وشافوهم رجعوا قالوا لك الله اكبر الاسلام الحق. هذول تعشوف 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 في ايش؟ طبعا في ايش؟ مش في العلم. العلم مالوش علاقة بدين معين ولا في هال البنى وسكة الحديد مش هذا هو ولا الصناعات. الاشي اللي بتدخل فيه الدين. ما هو ابنائنا اصلا في 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 عواصم الغرب عم بيرجعوا الى الله وعم بيقاوموهم. فاحنا خايفين على ابنائنا في بلادنا يعني؟ ما هو ابنائنا اللي راحوا على الغرب طلعوا من هون بيؤمنوش في الدين لما صاروا هناك صاروا يؤمنوا بالاسلام شافوا بعينيهم. ولذلك اتجاه المتدين موجود بشكل كبير والمساجد بتبتحم. خايفين احنا على بلاد المسلمين يعني بيجيبوا لهم رقصات. طيب انا كنت الحقيقة كان لازم كنت ناوي بس الوقت كنت ناوي اجيب عن سؤال هل يجوز المشاركة في انتخابات برلمانية؟ هذا اللي كنت بدي اتكلمه. يا سبحان الله الوقت ضيقنا.
هل يجوز؟ طبعا هذا الكلام الآن بإجازة مضبوط شو الكلام. أولا مرات تكون شاهد زور لا يجوز، تكون شاهد زور لا يجوز. كيف؟ زي لما دخلت أمريكا العراق وزبطت قانون، هي والشيعة زبطوا قانون وبدهم يجيبوا شاهد زور، ما هو معروف النتائج، معروف النتائج. فأنت تروح تشارك شاهد زور يعني؟ طيب واحد يقول لك لا، افرض انها انتخابات جدية، شو الحكم الشرعي؟ اولا اليوم انا ما بقدرش اقول لا حتى افصل، ولكن انا ملاحظ انه الغالبية العظمى من علماء الامة الموثوقين ما قالوش حرام، بدليل انه احزاب باشكال مختلفة موافقة، منها سلفي ومنها غير سلفي، مش هيك؟ اذا مش شايفين فيها خروج على شريعة الله، مش شايفين علماء، يعني خليني أقول 70% فرضا، طبعا أكثر من علماء الأمة الموثوقين اللي ما لهمش علاقة بسلطات، ما شافوا فيها إشكال. ما طبعا ما حكيتش الآن كيف بنيجي بنحكم إنه اللي بيشارك كافر هذا ومرتضي للكفر؟ وهو صحيح، خليني أسأل سؤال، هو صحيح في دول العالم كلها لما بتصير انتخابات حرة أحزاب المعارضة بتكون راضية ببرنامج وفكر الحزب الحاكم؟ بالعالم كله، كل العالم وكل الأفكار لما بخوضوا انتخابات بخوضوا على أي أساس؟ بخوضوا على أساس إنهم متناقضين في البرامج، متناقضين في أهدافهم. طب انهزم حزب، هل بيعني هذا إنه هو يعني راضي بالبرنامج الثاني ولا سلم بأمر الواقع مش قادر على غيره؟ في العالم كله عمره ما سمعت أنا حدا في العالم كله بيقول إنه أحزاب المعارضة هي موافقة ومؤمنة بالحزب الحاكم، مش صحيح الكلام، هذا كذب، هذا كذب. هذا صراع أصلا بين قوى مختلفة إنها برامج متناقضة بتكون. يعني لو بقت من ضمن الدول الأوروبية اللي فيها حزب شيوعي قوي، حزب شيوعي قوي في إيطاليا، كان ينزل في الانتخابات الحزب الشيوعي الإيطالي، بس مثلا في الولايات المتحدة مالوش أي أصلا حزب شيوعي، شطبوه من زمان في الولايات المتحدة دول الأحرار، في إيطاليا كان موجود تصور الكاثوليك. طيب ويخوض الانتخابات، طب افرض انه نجح وسيطر، بفرض الحزب الشيوعي بفرض عقيدته ومنهجه، والأحزاب الاشتراكية لما كانت تنجح تفرض برنامجها، والرأسمالية تفرض برنامجها. تمام، اما بتجيش تقول للشيوعي انت لما خضت بتأمن قاعد بالرأسمالية، ما كانوا يقولوها لبعض الان. فبالتالي هذه مقدمة الان لانه معناش وقت اذنه. طيب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.